دكتور فود سيجنتشر. جبت الاربع طعمات: ريسكي بزنس، نايت درايف، هش هش، ولاف كيك. اول شيء نايت درايف. هسه اكثر شيء بيشهر الان. اوكي بدنا نطار الكيك، خلينا نشوف. طيب ما بهون شيء بس ناشف شوي الكيك، انه عادي كيك عادي يعني. كان في ناس عم بيقارنوه مع كندر ديليس، ابدا ما بتقارن مع كندر ديليس، ما خصه. كان بحط له 5 من 10. هلا ريسكي بزنس، هو بس شكله اللي بيشهر، كثير خفيف لدرجة ما بتحسوا حالكم اكلتوا شيء، اكلنا هوا كان. هلا الهش هش، شو هالاسم هيدا؟ نكون كرييتف بالاسامي بس مش هالقد. ادعى تشيز كيك، شوفوا جواته. يا هيدا كثير فيك طعمة الفراز، كثير يعني. ريسكي بزنس بحط له 4 وهيدا 0 على قد 0. هلا اللوف كيك، لك السماتيز كيف كببهم كب، شنو هون؟ لا هيدا منيح بيقطع مش مثل هوديك. هيدا بحط له 6 من 10. شوفوا الكيك هيدا جواته عادي على فانيليا، هوديك كلهم على شوكولات. بس انا الصراحة من الباكجينج ومن الدعايات تبعه كنت توقع يكون اطيب بكتير. يلا معلش، لكن اول واحد لاف كيك، بعدين نايت درايف، بعدين ريسكي بزنس، بعدين اخر شيء هيدا على تشيز كيك الهش هش اللي شيء بيقرف. وللي اشتري مرت الجو ما تستعملوا فولو. باي.